يتأخرون في المسابقة أعمالهم، وهم المهندسة الآنسة سناء علاء، الفنان التشكيلي عباس بناي من فرنسا، الفنان التشكيلي حسين أبو نيل من فرنسا، الفنانة حنان العاني من دمشق شاركت في المسابقة عبر الهاتف، والسيدة بسملة طارق المهندسة في التصميم الداخلي والديكور. أعلنت لجنة التحكيم النتائج، وبدءا من الفائز الثالث وكان الفنان التشكيلي عباس بناي حسن، والثاني الدكتور داود الحسن، والأولى السيدة بسملة السعداوي. وإلى جانب تقديم جوائز الفائزين الأوائل، تم تقديم جوائز تقديرية لبقية المشاركين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التحكيمية. قام بتقديمها السيد عز الدين شيركو، السكرتير الأول في السفارة العراقية. ومما تجدر الإشارة إليه أن جمعية الكندي للمهندسين العراقيين كانت قد عقدت ندوة علمية، وعبر قناة تلفزيونية مباشرة شارك فيها خبراء ومهندسين عراقيين من لندن وبغداد بخصوص إعادة بناء جسر الصرافية، وكان الشهيد بهاء ناجي أحدهم، وذلك في منتصف شهر حزيران عام 2007، وقد اغتيل على يد الإرهابيين إثر عودته للعراق بأقل من شهرين في مطلع شهر آب أغسطس عام 2007. عقدت جمعية الكندي للمهندسين في شهر حزيران الماضي مؤتمر بعد حادث تفجير جسر الصرافية لإعادة الإعمار ولمساعدة الجهات التنفيذية في النواحي التقنية والهندسية. وبعد المؤتمر ونتيجة النجاح الذي حققه المؤتمر في تبادل الآراء والخبرات بين المهندسين العراقيين ومهندسي بريطانيا، المهندسين العراقيين في بريطانيا، قررت الجمعية أنه تطلق مسابقة لعمل نصب تذكاري لجسر الصرافية يكون أحدى معالم بغداد. ودعينا الفنانين والمهندسين والمعماريين لتقديم أعمالهم للمشاركة بالمسابقة، وفعلا جرت اليوم المسابقة، حصلنا على أعمال كثيرة قدموا بها، والمشاركين النهائيين كانوا عددهم 6 9 أعمال بالحقيقة قدمت، وأعلننا النتائج. بالحقيقة خلينا لجنة تحكيمية اختارينا من 3 أشخاص يمثلون الجانب الثقافي والهندسي والمعماري والفني، ونظروا إلى الأعمال الفنية المشاركة واختاروا 3 أعمال جائزة، الأولى والثانية والثالثة. فكرة إقامة مجموعة من المسابقات التي تعمل على بناء وإعمار وتجسيد بعض الذكريات أو المجسمات في العراق، هي تنهض بأبناء العراق وبالإبداع الذي يفكر به العقل العراقي، كما أنها أيضا تساعد على عمل الربط بين العراقيين في الخارج والعراقيين في الداخل، ليظل هنالك جسر من العواطف من الأحاسيس يمتد من الخارج إلى الداخل. بالنسبة لهذا المجسم أهديه لكل العراق، أمنيتي الوحيدة هي أن أراه منتصبا فعلا هنالك على أرض العراق، ليراه جميع في بغداد من على الجسر، من على الطائرة، من جميع أنحاء بغداد، فيظل ذكراه دائما وأبدا وحديثه على لسان الكبار والصغار. رسالتي للعالم كله من جراء هذا المجسم هي أن العراق بالرغم من هذا الإرهاب سيظل قويا وصامدا ويد واحدة إلى الأبد، وكلما ازداد الإرهاب قوة وشراسة يزداد العراق بأبنائه وخيراته ومقدساته قوة وصلابة.